واغسل المواعين كل شيء اشتغلت زين. لميت لك كم فلس اتزوج بيه؟ على المبالغ اللي نطلبه ما يكفن الفلوس. دليت على روحي قلت لعمي ليش ما ناجر بدله لك؟ انت تاجر بنتي هي بس هاي عدي لاجئ فقر يلا مش اطلع برا. ايوه يوحك هاي النعمه علي وعلى عافيتي. لهذا انت اللي جئت للزواج من بنيه مو عربيه حتى لا لا الزواج الاوروبي كل شيء بالنص حياتهم كلها بالنص. حلو. ما عندهم امور يعني اطلع اشتغل خلص وبعدين مطبقين المثل خذوهم فقراء يغنيهم الله. تفضل. شكرا انك اتحت لي الفرصه للحديث معكم. اساتذتي الفاضلين، في كلام يثار في المجتمعات ويثار في المجالس، ودنا ان نطرحه وناخذ وجهه نظركم في هذا الموضوع. المقاطعه ناصر احنا قدام سالفتي سالفتي خالي سالفتي خالي. هاي التجربه عن هاي التجربه انا احكيها مو بصوره عامه حتى ما حد يحط علي نقطه شمل الكل. دخلت جو انا سالفتي صارت وياي صار وغيره ما صار انا ما مسؤول عنه. بوجهي بوجهي ابد اذا جتك اي مشكله انت بوجهي ما عليك من الناس. ارحب امارات ارحب الشيخ نورت البث. يقال انتم شو تسوون انتم ليش صديتوا هناك؟ ما يصير نحكي مو انت قد دخان وهذا لك الساحه تفضل يا ملك. شكرا. استاذي شوف يثار كلام في المجالس انه مثلا يقول لك مثلا الرجل لما يتزوج يعني الرجل الشرقي لما يتزوج هو مسؤول حتى عن عائلة زوجته. عرفت؟ كأنه متزوج العائلة كلها، يعني مثلا عندهم غدا يوم الجمعة سمك غصبا عني انا راح احضر عند سباي واتغدى معاهم. في عرس الاخت انا مجبور احضر، عرس لاخوها انا لازم اروح، عندهم ما ادري شنو انا مشاركهم 100%، اما الرجل الغربي لا. انت تتزوج المرأة فقط، ما لك علاقة بأي مخلوق آخر على وجه الأرض. ما لك أي علاقة بأي مخلوق، لا خالها لا عمها لا جدها لا أخوها لا أختها، ما لك خص، هو هذا الشخص فقط. أنت مع أو ضد؟ تشوفون أي النموذجين سليم؟ العربي. إذا تريد تحكيها موضوع بصورة عامة، لو تريد تسأل مجرب ولا تسأل حكيم. الاثنين أعطني. بس أنت عندك تجربتين، أنا رجال زوجتي عراقية ورجال زوجته روسية. فنشوف يعني هو شلون يعبر عن الموضوع وأنا أعبر. أنا أحكي لك صراحة يعني قبل او بالبدايات صحيح هذا الكلام ما حد له، بس انا كنت اعاني بس من شغله واحده من موضوع الاوروبيين يهتمون هواي بالمناسبات. يعني انت امام عائله كبيره عيد ميلاد فلان لازم انت تروح بيدك هديه وتقعد تجامل بلغه مو لغتك. عيد ميلاد في استكان، تخلص من هذا العيد ميلاد تجعل هذا الايميل، تخلص من هذا تجعل كل من يقول لك ما لهم شغله لا. وانا هسه خلال هاي الفتره مال الشهره كل ما ينزل اسد تكثر الاعياد الميلاد.